كان القرار حاسم جدا وفوري. ايه اللي هيحصل بعد كده؟ مؤكد انه اصحاب الشأن لهم حرية القرار، ويبقى لنا كثير من الاخبار في الغربال. هو مفيش غير الاهلي بجد، هو كل واحد يطالع الجرايد والمواقع يعتقد انه فعلا مفيش غير الاهلي الوحيد اللي هيعمل صفقات، الوحيد اللي عنده انتقالات، الوحيد اللي هيلعب السنة الجاية، الوحيد اللي عنده قائمة المفروض تتعمل السنة الجاية، الوحيد اللي عنده لعيبة أجانب، الوحيد اللي عنده ناشئين. هو كده تم غض الطرف تماما عن الآخرين، وتم التركيز بكل همة مع الأهلي، والأسباب معروفة هنقول لكم أبرز ما في الغربال. الأهلي يهدد بمقصلة إفريقيا، تسريح النجوم ثمن الفشل في دوري الأبطال، وأيمن والشيخ وأجاييه ومروان على حافة الهوية، كل دول أساسيين دلوقتي بالمناسبة. اتقوا الله بقى، اتقوا الله شوية بقى، يعني مش كل يوم نفس الكلام ونفس العجن ونفس ال... طيب احنا في نص الدوري تقريبا، لكن علشان نبدأ بقى نصدر القلق، الخطيب يجتمع مع لجنة التخطيط لحسم صفقات الأهلي، ونلاقي برضو حسابات وترتيبات. الخطيب يناقش مستقبل الأهلي مع لجنة التخطيط وبرنامج خاص لتجهيز كهرباء. لجنة التخطيط بالأهلي توصي بتجديد إعارة مارسيلو في الموسم الجديد، لكن كمان المعارون في قبضة محسن صالح، والأهلي يلجأ لفتح سقف التعاقدات الجديدة لمواجهة الأندية الخاصة. تراوري يظهر مجددا في الحسابات الحمراء، عودة ديانج وفتحي للقائمة أمام وادي دجلة. نروح سكة تانية، الكعب يقترب من كتيبة الأهلي، والأهلي يرسل مندوبا للمغرب لإتمام صفقة الكعبي. لكن الأمر ما يتسابش كده، ده الزمالك بيعرض مليوني دولار سنويا لتجديد تعاقد ساسي، والأهلي يستطلع رأيه في الانضمام إلى القلعة الحمراء بعد نهاية عقده. ومفاوضات سفيان، في حديث عن المغربي سفيان رحيمي مع الأهلي. إدارة الأحمر ترفض التفريط في أجاييه بعد ما كان في المقصلة، والشحات بدأ تدريبات العلاج الطبيعي، وصالح يرفض تصريح غير جاهز بدنيا، وعبد الحفيظ أثبت العكس في الملعب، أو أثبت العكس، أثبت العكس في الملعب. بصوا يعني الاستهداف هنا لكل اللعيبة، وفعلا لما تشوف احنا بنتكلم على صفقات السنة الجاية، بنتكلم على بطولة أفريقيا السنة الجاية، بنتكلم على الوضع ما بعد بطولة أفريقيا اللي الأهلي في السيمي فاينل فيها. كده يا أستاذ إبراهيم، ما خلوش إن في لعيب آمن في النادي الأهلي، وما خلوش الأهلي آمن من أي لعيب. أنت شايف الصورة عاملة إزاي؟ الحقيقة يعني لا، أنا بقول اتقوا الله والله من قلبي، لأن يا جماعة أنتوا بتأثروا على ناس كتير جدا في البيوت، ناس بتصدقكوا أو ناس بتعيش القلق. ايه اللي بتكسبوه من هذا الامر؟ لان انت لما لو الكلام ده بيحصل، احنا كل يوم اثنين وخميس بنقول الكلام ده باسماء مختلفه، بنملى الغربال، بنملى الغربال من هذه الاشاعات او من هذا الغث، هذه الامال. ها نفسهم في كده. طيب ده معناها ان احنا ناس قاعدين ما بنشتغلش، قاعدين بنرغي. يعني الجهاز الفني مع الجهاز الاداري مع شويه اللي قاعدين بيقولوا طول النهار هنمشي مين ونجيب مين، لكن ما فيش شغل بقى. فطبعا ده كلام يعني لا يحدث الا في مصر. وبعدين الناس اللي يعني يا اخوانا، ده ميسي بيبيعوا شيري في برشلونه، انشغلوا بيه شويه. حتى انت يا ميسي يعني ما عملش حساب الجماهير اللي عاشت عمرها تعشقه؟ يعني ايه اللي انت يعني معرفش وبعدين بقى هو وسواريس ومش عارف مين، يعني النادي فاضي برشلونه ده من كلام الناس كده. فلا جديد تحت الشمس. الحقيقه يبدو ان الاعلام اصبح يفترس الامور لوحده. وليمه، انت قلت وليمه، هي وليمه.
كانت وليمة للأغراض الدفينة وكشفنا كثيرا مما في الغربال. بعد الفاصل كلام مهم جدا وناس هتتمسك من عظمة لسانها.